بعد الجدل العالمي حول ضرورة توسيع ارتداء الكمامات، توجهت دول أوروبية إلى إلزامية ارتدائها لكل مواطنيها. منظمة الصحة العالمية تنصح بتوسيع ارتدائها مع الاحتفاظ بالكمامات الطبية والجراحية لممارسي الصحة. فما هي أنواع الكمامات المتوفرة؟ يمكن الحديث عن أربعة أنواع. النوع الأول هو الكمامات الطبية. يقدم هذا النوع حماية كبيرة نظراً لفعاليته في كبح دخول جزيئات الهواء الصغيرة بنسبة 95%. يتكون من قطعة مزودة بنظام تصفية الجزيئات الصغيرة التي يبلغ قطرها 0.3 ميكرون. مدة الحماية التي يوفرها هذا النوع تتراوح من 3 إلى 8 ساعات. يستخدمه الأطباء والعاملون في القطاع الصحي. النوع الثاني هو الكمامات الجراحية. يضمن هذا النوع حماية محدودة، إذ يعتبر حاجزاً لعبور الرذاذ والقطرات الكبيرة الحجم نسبياً، لكنه لا يمنع الجزيئات والفيروسات من العبور. يمنع من خروج الهواء أو الرذاذ للشخص الذي يقتنيه. يستخدم هذا النوع من الكمامات ممارسو الصحة والمصابون بمرض معدي كالإنفلونزا. النوع الثالث الكمامات الورقية. يحتوي هذا النوع على وسادة ورقية مرنة تغطي الأنف والفم. تحمي هذه الكمامات من الغبار غير السام، غير أنها لا توفر حماية ضد الكائنات الدقيقة كالفيروسات. بمجرد الشعور برطوبة الكمامة يجب التخلص منها. تصنع هذه الكمامات بمناديل ورقية يتم مسكها بشرائط مطاطية، ولكن قبل ذلك ينصح بغسل اليدين جيداً. النوع الرابع الكمامات القماشية. في حال عدم توفر الكمامات الأخرى ذات الاستخدام الواحد، يتم اللجوء إلى هذا النوع من الكمامات المصنوعة من القماش، مع ضرورة غسلها جيداً مباشرة بعد نزعها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة بدرجة حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية. يؤكد المختصون على ضرورة غسل اليدين قبل ارتداء الكمامة بالطريقة السليمة، بتغطية الأنف ثم الذقن دون لمس الوجه، كما يجب التخلص من الكمامة بإبعادها عن الوجه ورميها بقمامة مغلقة ثم غسل اليدين.